تعد الأدلة الجنائية من العناصر المهمة في مجال مكافحة الجريمة، وفي هذا الإطار استضافت مملكة البحرين النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض الخليج للأدلة الجنائية بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين على مستوى العالم. يعد مؤتمر ومعرض الخليج للأدلة الجنائية والذي عقد بنسخته الثالثة في مملكة البحرين وبمشاركة متخصصين في الأدلة الجنائية أحد حلقات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث تضمن المؤتمر 28 جلسة نقاشية. أما المعرض فقد شمل معدات وتقنيات حديثة من شأنها أن تسهم في مكافحة الجريمة. طبعا شارك في المؤتمر أكثر من 950 شخص، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 شركة متخصصة وجميع المشاركين من أكثر من 35 دولة. المؤتمر والمعرض يختص بالأدلة الجنائية وأحدث التقنيات في مجال مسرح الجريمة، البصمات، الDNA والطب الشرعي وغيرها من المجالات، حيث أنها الآن أصبحت من أهم المجالات الخاصة بالكشف عن الجريمة وغموضها. والمعرض يعتبر فرصة مهمة لجميع المختصين بالاطلاع على أحدث التقنيات من الشركات المختصة، بالإضافة إلى التعرف على المختصين من الدول الأخرى المختلفة كدول الخليج، وبالإضافة إلى الدول العالمية، حيث أن جميع الحضور من جميع الدول، وحيث يعتبر هذا مؤتمر ومعرض عالمي وليس محلي. الجمهور طبعا لابد من أن يطلع ويسمع. الجمهور حاليا لابد يفهم طريقة عمل المختبرات أو الأدلة الجنائية في هذا المجال، كون الجمهور حاليا أصبح جمهور واعي، ما عاد يتقبل كلام من غير دليل أو بدون فهم. لذلك مطلوب من الجمهور الاطلاع والحضور أو القراءة في هذا المجال حتى يفهم ويدرك أي كلمة تقال في هذا المجال أو أي حلول يشوفه في القضايا في غيره. من خلال المؤتمرات والتجمعات العلمية مثل هذا المؤتمر، هذا طريقنا لمواكبة العلم، لمواكبة التطور، وإلا سنصل لمرحلة في الزمن نجد نفسنا متخلفين. احنا دائما في قاعدة عندنا في مجال العلوم الجنائية، إذا حافظت على مستواك فعليا بتكون أنت تأخرت، ما بتكون حتى بقيت مكانك. لازم نحافظ على التطور. ونقطة أخرى برضو أنه تتاح الفرصة أني ألتقي بالمختصين في مجال العلوم الجنائية من مختلف الدول العربية حتى من الدول الأجنبية، أيضا هذه نقطة رائعة جدا. فبستغل الفرصة هذه بقدم شكري للقائمين على المؤتمر هذا، ويجزيهم عنا كل خير إن شاء الله. وتكتسب الأدلة الجنائية واتباع المنهج العلمي في التعامل معها بالإضافة إلى التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أهمية بالغة في ظل تنوع الجريمة واستحداث أشكال كثيرة منها. الموضوع اللي قاعد يعرض الآن صراحة هو موضوع العصر الآن، هو الأهم. الجرائم أصبحت متطورة جدا، المجرم أصبح متطور، فلا بد من القطاع الأمني أنه يواكب هذا التطور. في هذا المعرض صراحة قدمونا شلون ممكن احنا نطور، شنو الامكانيات اللي متواجدة الان، وشلون ممكن نستفيد في تعقب هؤلاء المجرمين لحفاظ الامن في المنطقة، للكل حفاظ على حياة الناس، على ممتلكاتهم. واللي قاعد يقدم صراحة هنا في المملكة من الشركات ومن المحاضرات الرائعة جدا اللي قاعد تقدم، والمعلومات قاعد تفيدنا، قاعد فيدباك لنا كلها، تغذية في الداتا في المعلومات وفي الأجهزة اللي موجودة، ونأمل إن شاء الله أن منها نوصل إلى مستوى أعلى وأعلى، وكل سنة إن شاء الله راح نوصل فيها إلى مستويات أعلى بإذن الله عز وجل. التعرف على آخر التطورات اللي واصل إليها الأدلة الجنائية، شنو التكنولوجيا الحالية والمستقبلية في مكافحة الجريمة عن طريق الأدلة الجنائية. قاعد أشوف يعني تقريبا الأجهزة هني، الأجهزة المتطورة إلى درجة عالية بشكل كبير يعني، وهاي شغلات يعني وايد نستفيد منها مكافحة الجريمة اللحظية والمستقبلية. حتى في الحديث حقيقة في الملتقيات العلمية والمؤتمرات والندوات عن الأدلة الجنائية حديث ذو شجون. التجربة حقيقة الخليجية تجربة رائدة في مجال الأدلة الجنائية. اجتماع الدول الخليجية والدول العربية، أقصد يعني الإدارات الأدلة الجنائية
في مؤتمر واحد، يتبادلون الخبرة العلمية، يتبادلون الخبرة التطبيقية، يقفون على آخر المستجدات يعني المعاصرة في مسألة الأدلة الجنائية وأدلة الإثبات الجنائي والقانون الجنائي، أمر حقيقة مهم، ويشكر حقيقة المؤتمر والقائمين على هذا المؤتمر في موضوعه وفي تخصصه. وهكذا يمثل المؤتمر خطوة أساسية في العمل الأمني، فالأدلة الجنائية تمثل بداية صحيحة للتكييف القانوني للقضايا، وفي الوقت ذاته تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.